cannot go to sleep at night. اهلا كيفكم. بالفيديو تبع اليوم بدي اشارك معكم روتين الصباحي في الدوام الالكتروني. بما انه من فتره بلشنا نداوم على الانترنت بسبب ازدياد عدد حالات الكورونا، فعطلت اغلب المدارس وحولت التعليم عن بعد بسبب الحاله، فعملت روتين خفيف وبسيط وحابب اصور اليوم فيديو عن روتين الصباحي في الدوام الالكتروني. مع ان الروتين بسيط جدا بس قلت منه بصور فيديو، منه بلتزم على عادات معينه، واللي هو انه اصحى بكير قبل الدوام بساعة أو ساعتين، لأن هلا عمالي بشتغل على فيديوهات اليوتيوب، فحابب إنه أشتغل عليهم بزيادة وأنا أساسا بكون بالبيت، وبعد الساعة 8 يمكن أو 9 ببلش الدوام تبعي. بهاي الفترة أكتر إشي بحب أعمله أول ما أصحى هو إنه أفتح الشبابيك، بما إنه الجو بيكون مشمس، خصوصا هلا إحنا بالشتوية، فلما تطلع الشمس بيكون إشي كتير حلو. تاني اشي لازم اعمله الصبح انه اعبي زجاجة المياه عشان تكون معاي، وحرفيا انا بعبيها بالليل قبل ما انام، بس بنص الليل بصحى وبشرب منها فبتخلص وبرجع بعبيها كمان الصبح. فبحس اشي حلو تكون دائما عندكم، لانه المي بتنشط الجسم، فاشي كتير منيح انكم تضلكم تشربوا مي. بعد ما انتهي من هاي الخطوة برجع لغرفتي وبقعد لمدة 5 دقائق وبكتب كل الاشياء اللي بدي اعملهم على ورقة، وحتى لو كان إشي واحد، المهم إني أتحمس أنجز الإشي اللي أنا كتبته، ومش مهم كم عدد الأشياء اللي أنا كتبتهم. فحرفيا لو عملت هاي الخطوة يوميا رح تتحمسوا إنكم تنجزوا الأشياء اللي أنتوا كتبتوهم. في ايام بعمل فيهم فطور سريع اول ما اصحى، وايام بفطر مع اهلي لما هم يصحوا، بس عادة لما اصحى بعمل هيك اشي سريع افطره، والفطور الرئيسي بيكون يمكن على الساعة 10 او 11. وفي ايام بستنى الفطور الرئيسي مثلا وبشرب بس عصير مثلا طبيعي اذا كان معمول قبل بليلة، وبفطر مع اهلي لما هم يصحوا. بس فعليا هذا الفيديو الشمس طالعة، لانه انا اساسا صورته على الساعة 1 الظهر، لانه بكون في عندي حصص الصبح فما بيكون في وقت اصور، فحبيت اصوره بهذا الوقت. لما تختي يكون مش مرتب، حرفيا بحس كل الغرفة مش مرتبة ومكركبة، فبحاول عمالي كل يوم التزم بهاي العادة، واللي هو انه ارتب تختي اول ما اصحى من النوم. بالعادة الحصص بيبدأوا على الساعة 8 أو على الساعة 9، وبنتوا على 12 أو على الساعة 11، وأحيانا على الساعة 10، يعني ما في وقت معين وإنما على حسب الجدول اللي نازل ببرنامج المدرسة. وآخر خطوة بالروتين هذا هو إنه بفتح اللابتوب عشان أشوف الحصص تبعوني، وأحيانا بشوفهم على الجوال تبعي لأنه بكون أسهل. زي ما حكيت لكم أنا صورت هذا الفيديو على الساعة 1 الظهر، فعشان هيك الساعة 1 على اللابتوب.
هذا كان الفيديو تبع اليوم، بتمنى أن يكون عجبكم واستمتعتوا فيه. فإذا حبيتوا الفيديو حطوا لايك للفيديو، وكمان اشتركوا بالقناة إذا حبيتوها على زر السبسكرايب لتحت الفيديو، وكمان فعلوا زر الإشعارات عشان يوصلوكم الفيديوهات أول بأول، واكتبوا لي أفكار فيديوهات تحت بالتعليقات عشان أعملهم للقناة. بحبكم كتير وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاية.